بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في الصميم. ما الذي تغير في علاقة الأستاذ أحمد سالم البحبيني برفاقه في منتدى المعارضة الديمقراطية حتى يغادر مرابعهم ويتهمهم بالعجز والفشل؟ ما هي الوجهة القادمة للأستاذ بحبيني؟ هي إلى معارضة أكثر راديكالية أم أنها إلى معارضة تنتهج ربما نهج حوار وتفاهم مع السلطة؟ سعدنا أن نطرح هذه الأسئلة الليلة على نقيب المحامين السابق القيادي والرئيس السابق لمنتدى المعارضة لدى الديمقراطية والوحدة المعارض الأستاذ أحمد سالم البحبيني. مرحبا سيد الرئيس، شاكرين لكم المشاركة معنا في الحلقة من برنامج في الصميم. سابقنا نبدأ في الحديث عن اللي شايفين على المعارضة الآن. اختيروا نتحدث أولا عن المسار المعارض لكم. عرفكم المشاهد، عرفتم في الساحة الوطنية نقيبا للمحامين، شخصية في المجتمع المدني أكثر من كونكم معارضا سياسيا. ما هي اللحظة التي قررتم فيها التحول من محامي، يعني معناها سلطة مجتمع مدني لا تنتمي لا إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك، إلى رجل معارض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا شكرا أولا على الاستضافة. بالنسبة للمسار، كيف تعرفوا كيف قلتوا، فعلا أنا بدأت مسار على مستوى هيئة المحامين كمحامي سابق قاع النقابة، متشبث بالمبادئ العادية الطبيعية اللي تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، تشبث بقيم العدالة أساسا، بصر السلطات واستقلال القضاء. وعندما أصبحت نقيب للهيئة الوطنية للمحامين أصبحت تلك المهمة أكثر عادة واجب بيدي، اعتبرنا يكسى عن هيئة الهيئة الوطنية للمحامين عنها دورها في البلدان اللي كيفت بلدنا، هو عنها تعود صوت يعبر عن في مكان الأصوات اللي نيابة عن الأصوات اللي عيات ما تعبر إما بها العجز وإما بها التغييب وإما بها، إذا نعتبر عن هيئة المحامين كانت عندها ذاك. غير هو دور أساسا طموح البلد، أنا دائما أقول عنه طموح البلد، عنه ما هي معارضة، عنه طموح البلد، عنه طموح البلد عن يعود كيف البلدان الأخرى، يتسم بنوع من العدالة ويتسم بنوع من الثوابت اللي لا غنى عنها في الدول من أجل التنمية. إذن هو أساسا إذن هذا هو الخلفية، لكن اللحظة اللي خلينا نقولوا القطرة اللي ترون أنتم أنها أفاضت الكأس واللي خلاتكم تتحولوا من دور المحامي إلى دور المعارض والمناضل أو طبعا احنا قاع حكما أعطتنا ناس سابقين لعبوا دور سياسي بحكم مواقف الهيئة، يعني كان ياسر من الناس يرى أنها عن الهيئة أنها كانت معارضة، في حين إحنا دائما نقول عن ما كانت معارضة، أنها كانت توف نوع من لعب الدور، وبالتالي بطبيعة الحال ما دامت تمشيا مع دور الهيئة بالضرورة أنها تعود تميل إلى الرفض أكثر وتميل إلى التنديد أكثر وتميل إلى الطموح للبلد بأنه يتغيروا فيه الأمور، وبالتالي عاد ذاك يجعلنا في خندق ما هو بعيد من للمعارضة، وبالتالي انعطت لنا. غير صنفتم معارضين حتى قبل أن حتى تكونوا قبل أن تبدأ المعارضة، في حين كانت المهمة مهمة فقط مهنية. غير كيف قلت أقرب هي بها جانبها اللي ندت بطبيعتها بطبيعتها كانت أقرب هي للمعارضة، لأن المعارضة من دورها أنها تم تطهر نواقص النظام وتطالب بالمزيد في نفس الميدان. لكن كان من الأمور اللي يتذكر الرأي العام أنه كان تأكيدكم على موضوع القضاء وعلى موضوع الخلل القائم فيه وتدخل السلطة التنفيذية فيه كان حادا، كان خارج النبرة الاعتيادية المعهودة لأدوار حتى نقباء سابقين. ربما، ولكن كان بعد الأساس، الهدف الأساسي هو هدف نقابي، هو هدف مهني، هو هدف حقوقي،
طبيعي وعادي تلعبوا الهيئة الوطنية للمحامين. دائما نقول عن هيئات اللي كيف هيئتنا وكيف بلداننا عنهم نتيجة لغياب لاعب المؤسسات اللي افترض فيها أنها تعود دي كونتر بوا للسلطة، غيابهم تعود الهيئة يحتم عليها تلعبها في النوع غير حدة، كانت حدة على كل حال لا قانونية. فما بطبيعة الحال عقب خلق المنتدى، وطبعا المنتدى أنتم كنتوا مؤسسين في لا ترون أنه مشيكم مباشرة من نقيب محامين يقوم بالدور اللي أنتم تقولون ما هو دور سياسي، شعور تأسيس منتدى معارض أنه يدل على أنكم كنتوا حقيقة معارض في 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 عباءة محامي؟ لا، الزامن هذا مع المستوى السياسيين أيضا بعد فشل مسار عدلوه يرحل وذاك النوع، الزامن مع تغيير في تصورهم زادهم وعادوا يختير ويعود فم تجمع ما هو لا من السياسيين، وبالتالي نضافوا له شخصيات المستقلة، المجتمع المدني، النقابيين، ياك يعود يعبر عن وجهة نظر ما هي قاع وجهة نظر سياسية بحتة، بل أكثر من ذلك هو طموح للتغيير، وهذا هو الوسع أجبرنا عن عندنا مكانة في هذا التجمع ذيك الساعة، لأنه مبني على أساس ضرورة التغيير وضرورة المطالبة بالتغيير، وخاصة بتنملي على ضرورة التشاور وضرورة الحوار كمبدأ هو ولفتنا عليه على خلفية. وعلى ذكر الحوار، أنتم توليتم رئاسة المنتدى، والفترة اللي توليتها في رئاسة المنتدى كانت فترة حوار أو تحضير الحوار، حتى أنه كان المتابع توصل لقناعة أنه أستاذ بحبيني يبدو أنه مهمته في رئاسة المنتدى كانت هي أن يطلق حوار بين المعارضة والسلطة، ولكن مع ذلك لم تنجحوا في أن توصلوا للطرفين إلى النتيجة. ما هي الأشياء التي منعت في تقديركم الآن منعت مسعى الحوار أن يؤتي أكله؟ بطبيعة الحال أنا كان عندي من البداية تصور وعبرت عنه على مستوى المنتدى، وعبرت عنه على مستوى هياكل المنتدى، وعلى مستوى الشخصيات المستقلة اللي يعبروا شيئا ما زادهم عن نفس التصور. هو عن انتم دخلتوا المنتدى من بوابه شخصيات مستقله؟ طبعا. نعم. عن فما ليفيي قال له الديمقراطيه هو ليزيليكسيون، معناها هو الوحيد اللي قد بالنسبه لنا يشكل يعود فرصه للتغيير، وبالتالي ما دام الانتخابات هي الهدف اللي هامنا نحقق منه التغيير به اللي رافضين الاهداف الاخرى، وهون خلاف هيك الساعه بيننا احنا والبعض اللي ظاهر له عن الخارج من طرق اخرى. التغيير قد يخلق الا عن طريق الانتخابات، الانتخابات قد تحقق التغيير الا من تعود اللي شفافه، قد تعود شفافه الا من تعود توافقيه، قد تعود توافقيه لا ردت الناس الاخبار. اذا لا مجال للراديكاليه بهذا النوع، لابد من تعود فهم نوع من المرونه، وهذا هو اللي قطع. أنا دخلت به هيك الساعة، ودخلت عندي تصور، دخلت مثلا نقبط رئاسة المنتدى عندي تصور عن يا الله ذيك الراديكالية اللي متينة يجيب لها نوع من المرونة، يكان تجبر المعارضة هامش يقد يحقق لها مدخل للانتخابات الجاية. دخلت بذل المسعى وعدلت اتصالات بعضها معلن وبعضها غير معلن مع أطراف السلطة، وخلقت حتى في النهاية بدايات الحوار لكنه فشل. الآن سابق نوصل لتقويم اللي عدلته للمعارضة بصفة عامة، نبغى نعرف الآن تقديركم عن من اللي كان مسؤول عن إفشال محاولة الحوار اللي كنتم مشرفين عليها في فترة رئاسكم المنتدى. أنا أعتقد أن فهم كانت رواية واضحة للجميع، أن فهم كانت أطراف في المعارضة ضد الحوار، أطراف في المعارضة وأطراف في السلطة ضد الحوار، وهذا اجتمعوا إلين آمنا بي هو اللي وسع الحوار ما تقدم، لأنه كان ما هو ضرورة عند بعض من أحزاب المعارضة. بعض من أحزاب المعارضة كانت ترى أن النقاش مع السلطة عنه ما هي مستعدة له لأسباب تعنيها وتقعد موضوعية وتقعد عندها، غير كانت فهم أطراف في المعارضة ترفض بتاتا النقاش والحوار مع السلطة، كما أن كانت فهم مظهر أن مولي عن فهم في أجنحة السلطة جناح هو أيضا
ما هو متقبل فكره الحوار. ظهر لي عن هذا وعنهم جابر عليه. غير انا بعد كنت تلك الساعه اميل اليه ولا اشحته، وقلت عني ارى انه هو الحل اللي بالنسبه لي. يلا نرجع له، خاصه عن المنتدى انه ابتنى وتاسس على فكره الحوار بعد فشل فكرة أخرى سبقتها، كيف فكرة الإرهاب تأسس على فكرة الحوار، الله تأسس على فكرة النضال من أجل الديمقراطية، وقد يعود الحوار واحدة من أدوات تأسس على فكرة الحوار. ضرورة فرض التغيير عن طريق الحوار كوسيلة جيد. خيار. وهذا لا يعود هو المدخل لنقاش التدوينة أو المقال وجهة النظر اللي شرته، أثارت الكثير من النقاش خلال الأسبوعين الأخيرين. لنقرأ فقرة منها ونبدأ في نقاشها. تقول في التدوينة: قد حان الوقت لنقول في العلن ما يقال في الخفاء، ولنقول بصوت عال ما يقال بصوت خافت. إن المعارضة بلغت قمة الفشل والتخاذل، وفوتت على نفسها وعلى الشعب الموريتاني عشرات الفرص الضرورية للمساهمة الفعلية في الانتقال الديمقراطي. فشلت في رفع راية سياسية موحدة، كما فشلت في وضع استراتيجية مقنعة قادرة على إخراج السفينة من الوحل، إضافة إلى فشلها الذريع في أخذ العبر من كل المحن والامتحانات التي مرت بها. إذن تختم هذه التدوينة: في المعارضة لا تشكل في نهجها ووجهها وشكلها الحالي أملا في تحقيق أي نجاح، وبالأحرى في خلق التغيير المشروط في وضعها الحالي لا تشكل بديلا يمكن الركون إليه. ما ظهركم عنكم صدرت يفصل من الأحكام مرة واحدة على المنتدى، ربما دون ان تتيحوا له فرصه المحامي، وانتم المحامي لكي يرافع، يعني كان كماكم عاطينه حتى فرصه، ربما حتى الاستئناف تبدو يبدو احكام صعبه. اولا اختار قولي بعد قاع عني انا دخلت المنتدى عن طريق الشخصيات المستقله كي كنت نقول لكم. والشخصيات المستقله بطبيعه الحال مستقله، وكنا دائما وكنت انا بعد شخصيا مولي دائما نعبر عن تمسكي تشبثي بذيك الاستقلالية. إذا نختلف عن الأحزاب السياسية، ونختلف عن طرحها، ونختلف مع الأحزاب السياسية، ونختلف معهم على طرحهم وعلى تصورهم. وبالتالي كانت من ذا الباب أنا شخصيا تشبثا بذيك الاستقلالية ما قطريت مشكلة فنعبر عن رفضي للنهج بالطريقة اللي ماشيين عليها الأحزاب السياسية. وبالتالي أول نسأل ندخل بالموضوع، هذه ما هي أول مرة عدلتها ببرامج تلفزيونية 2015 2016 2017، واحد منهم معاكم انتم في شهر يوليو الماضي السنة الماضية 2017، كنا بنعبر فيه بنفس الطريقة عن نوع من التذمر، نوع من الطموح للمعارضة بأنها تعدل أكثر من ذا اللي تقوم به. إذا عبرت عنه من خلال الخطاب اللي عدلت لتسليم الرئاسة الدورية لصالح الحنان بنفس الطريقه وبنفس الوتيره، وهو يشكل بالنسبه لي انا نوع من التشبث بذيك الاستقلاليه اللي عندي. اذا عندنا هم فرق بين احنا استقلاليه والعزيزي. استقلاليه انتم في اللحظه اللي عدتوا فيها جزء من المنتدى استقلاليه بين قوسين، لانه في النهايه انتم جزء من هيئه، وهذه الهيئه تتداول في خياراتها، وكان المفروض انكم تعودوا عبرتوا عنها عن قناعاتكم في داخل مؤسساتها، ولكن تحترموا في النهاية الاختيار العام له. أنا ذاك اللي طرحتك الساعة وهو اللي طرح لكم ملي هو اللي أسست عليه اللي كتبت ناري هذا، يعني بالنسبة لي المعارضة شكلت نوع من الوجود في الساحة بتضحياتها وبجهودها، وشكلت به مكسب للديمقراطية، ولا شك أنها شكلت به وعي ديمقراطي تستفيد منه الساحة الديمقراطية الحالية. هذا رواية، هذا الكلام طبعا ما كتبته في التدوينة، لأنه التدوينة صورة قاتمة بالمطلق. طبعا طبعا غير لهنا فشلت، لهنا نرجع لك، لهنا نرجع لك، ضيعت الفرص، لهنا نرجع لك، لا تمثل هذا اللي حقت المعارضة في فترات الماضية ضيعت به بالنسبة لي كل الفرص اللي انت حولها، وانا سميته الفشل. طيب هذا انا عندي نقطه، خلينا نقبلها نقطه نقطه. منين تقول ضيعت عشرات الفرص؟ ايش تقصدوا بالضبط؟ شنو هي الفرص اللي ضيعت المعارضة؟ بالنسبه لي انا من 2000 من 91 الى اليوم المعارضه تتخبط
في مشاكل تتعلق بتوجهها وبرؤيتها اللي ما هي واضحة لها تماما. بطبيعة الحال كيف قلت، كيف لا ما ما يوضح يجد حالها؟ حد يقول، ما يجد حد يقول عنها مسؤولة 100% عن فشل ما يجري في الساحة، لأن كيف دائما نقول السلطات دائما تعطي لها هامش محدود وتعطي هامش متحكمة فيه. غير مولي أعتبر أنه من الخطأ حد ما اعترف مولي عن فم جزء كبير من الفشل ومن عدم الحصول على هذا يرجع للمعارضة. منين تقول تتخبط؟ لا معك فيها ظلم للمعارضه. مثلا خلينا نشوف ملمحين بارزين للمعارضه خلال الفتره. في اصرار على النضال من عند 91 عليله، وفي اصرار على ان يعود النضال سلمي، بمعنى ان المعارضه اللي انتم شايفين عليها الراديكاليه، بالعكس فيه من يرى ان شايف على المعارضه لا قله الراديكاليه اللي مشكلين عليه فيما يخص اللي يسموه الراديكال، فيما التخبط يخص شنو. الراديكالية، أنا قد عبرت عن موقفي فيها، قلت عن الراديكالية كمبدأ هاني عليه حزب، والله هاني عليه جهة سياسية، عنه خطأ، عن ما خارج خط يقد يعود ينتهج نهج الراديكالية دائما، ولا خارج نهج سياسي الله يعود ينتهج عكسها دائما. لماذا؟ لأن خارجين أوقات يلا تعود فيهم راديكالي، خارجين اوقات يلا تعود فيهم ما هناك راديكالي. الاوقات اللي يلا تعود فيهم راديكالي لين ما تعود راديكالي تعود عدلت خطا سياسي، والعكس صحيح. واعطيت دائما اعطي امثله، اعطيت مثال لعبد الله يواد، قلت عنه مضى 26 سنه هو يروق الرئاسه. خلال ذيك 26 سنه دخل الحكومه 4 مرات ودخل السجن 4 مرات، معناها منين يعود يقتضي الامر انك تعود راديكالي؟ تعود راديكالي، ومنين بدرجة أنك قاعد تمشي بيك شهر السجن، ومنين تعود اللي يقتضي الأمر ويقتضي مسارك ويقتضي مشروعك أنك تعود مالك راديكالي إلى درجة قاعد أنك تعود جزء من الحكومة تعود جزء هذا منها. اللي شفته عند عبد الله يود نفسه قاعد ينشاف عند المعارضة، المعارضة اللي انتم مشجعين عليها ومعيبينها، دخلت السجن أكثر من 4 مرات. يا غير اللي دخلت الحكومة، المعارضة الحالية دخلت عدة حكومات، عندك أحزاب دخلت في الحكومة في زمن الرئيس محمد الشيخ عبد الله، عندك أحزاب دخلت الحكومة في زمن النظام الحالي دعمت الانقلاب ودخلت معاه في الحكومة بشكل من الأشكال، عندك أحزاب جربت الحوار مع والاطاعة في سنواته الأخيرة، هي كاملها دخلت الحكومة ما بعد اتفاق دكار. معناها المشكلة معارضة الموريتانية شوفوا شو تشوفوا عليها ماذا هو، هي حاورت قاطعت شاركت ده كامل عدلته، لكن اصطدمت بنظام مغلق الحكم فيه، الهامش العاطي للديمقراطية هامش محدود جدا. خلينا في المعارضة الحالية، المعارضة الحالية أنا اعتبرت أنها فشلت. لماذا؟ لأنها رتت فرص من عند بالك من عند دم النفع لله، فرص سابقها قاع الفرص كاملين اللي انتاحوا لها كي قلت لك خسروا عليها. لماذا؟ لأنها بالنسبة لي أنا ما تقبض العبارة هون هو ثاني. أنا طلبت المعارضة تعدل وقف التأمل مرات، وقف التأمل لمعرفة الخلل ولإيجاد حل للخلل، وقف التأمل بعد الفشل، وقف التأمل بعد تقبض العبر من أخطائها. أقبض مثال لأنه في استاذ خلينا الكلام العام، خلينا نقبض من عند 2009 ليلى، لأن أقبضك من 2009 أقبض أنا محطة أنا طلبت من المعارضة عنها عدلت، قلت لها عنها عدلت خطأ عن 2009، عدلت خطأ 2013، شنو خطأ عدلت خطأ 2014، شنو خطأ هذه منه؟ والله زاد قبضت موقف 2009، شنو خطأ هذه منه؟ وكان سلبي، شنو خطأ كان منه؟ كانت نتائجه سلبية، عنها دخلت انتخابات ما هي متحضرة لها، عدلت مقاطعة 2014 ما هي متحضرة لها، عدلت انتخابات 2013 ما حضرت لها مسبقا عنها تقيسها كاملة تود عندها وزن، والله تبقى عنها كاملة تود عندها وزن. طيب انتم اللي كنت انا نقول للمعارضة اساسا ونعيب عليها المعارضة اللي هو الجمود اللي كنت نعيب عليها 2009 2014 لا 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 مواقف مختلفة اللي كنت نعيب عليها عنها ما قبضت العبر من هذه المحطات كاملة، بحيث اني لين تخلق نفس الظروف تتوقع نفس الاخطاء، وهذا هو التوجه الاعمى اللي بالنسبة لي عند المعارضة حاليا. عنها منين تعود لها تشارك عند دم الجزنف؟ ما فهم اللي برر ولا فهم اللي طمأن عن مشاركتها دم الجزنف لا تعود تختلف عن مشاركتها دم النف. لماذا؟ لأنها ما اعترفت بهذاك الخطأ ولا دارسته ولا لوجدت له الحل
ولا خرجت منه بنتيجة. نفس الشيء نين تعود لها يتقاطع 2019 ما فم اللي ما فم اللي مونكنا عنها لا يتعود مقاطعتها أشبه من ليلة 2014 اللي ما عاد عندها تأثير. لماذا؟ في كل الحالات صدرت لها 2019 في كل الحالات بما فيها 2013 لأن المعارضة هون هو اللي شايفان عليها وهون هو اللي ذكرتها به ما قط قبلت تقعد وتعترف عنها عدلت خطأ. كيف يعدلوا الأحزاب كاملة؟ أنت عندك الأحزاب في أوروبا، عندك الاشتراكيين في فرنسا، عندك اليمين، منين اللي يأخذ من الانتخابات؟ لا انتخابات فيها نوع من الفشل يقعدوا يعترفوا به ويخرصوا مكمن الخلل ونودوا له الحل وينطلقوا منه بسرعة قفزة أخرى. هذا هو هو اللي غالب المعارضة تعدل حالا في كل المحطات اللي خالط عليهم. ما فم محطة قبلت تقعد وتعترف خطأها فيها والله فشلها فيها وتلوذلوا للحل وتأخذ منه بس. وبالتالي نزالت الله متواصل. أحيانا يقدر يقول المشاهد عنكم ما كم تابعين بشكل جيد مسار هذه المعارضة اللي صدرت عليها هذه الأحكام. مثلا 2009 المعارضة اعترفت بأخطائها، الأحزاب منها اللي دعمت الانقلاب اعترفت بأخطائها، حزب التكتل أنا هون في البرنامج استضفت نائب رئيسه أكثر مرة أحمد أحمد لله ما اعترف واعتذر، ورئيس أحمد دادا عدل أكثر مرة، صالح الحنان أعطيك ممثلة صالح الحنان أيضا اعترف واعتذر، كان حميد بابا اعترف واعتذر، الأحزاب اللي قاطعت أيضا في بعض الحالات اعترفت منه كانت فيه بعض أنا عنه يبدو إنه حتى الأحكام اللي تصدروا للمعارضة ما تقبل بعين الاعتبار في الملف حيثيات وقائع. لا نعطيك مثال، أنا ما نتكلم عن الاعتراف، أنا ما نتكلم عن الاعتراف، أنا ما نتكلم عن الاعتراف. اعتراف إلى حد ما يقدر يكون اعتراف به اللي الناس فر معترف به اللي الناس فر شاهد على فشلك في الموضوع، دونك أنك تعترف به ما قد يكون تعترف به. أنا اللي عيني عليه واللي مهم سياسيا واللي غايب عن المعارضة هو عنها تقبل العبرة، تقبل العبرة عبرة من ليش تعدل. نقول لك 2013 شخلي شي جزء من المعارضة بقى جزء من المعارضة. أنا من نفسي على مستوى المنتدى طلبت للوسانوفشي عن المنتدى يقعد ويقول هذا الخطأ اللي عدلنا المرة الماضية كان قاتل بالنسبة للمعارضة وفوت عليها فرص ما يلا تري خلي قلنا شلا ينواسوا لا ينقعدوا نقوم الآليات اللي تسمح لنا بعنا ما نوقعوا في نفس الخطأ الصبح إلى وقعت نفس القضية ونحن على أبواب باركاتي. شخلي قال المنتدى عنه القضية ما هي في جدول الأعمال وعنه ما يقدر يناقشها وعنه أساسا ما يقدر يناقشها به اللي لا ناقشها يقدر يتفكك المنتدى. وهون ردي عليهم كان واضح أن يعني المنتدى إذن يعود إلى ناقش الأمور الجدية ولا ناقش الأمور اللي إلى لحقة اللي يدرج لها هي اللي مديور لها وفر عليها تلحقه وفوجهه وجايته منين يعود إلى ناقشها لا يتفكك. لا أرى أنا بعد قاع ضرورة في الحفاظ عليه العادل لله واجهة مديور منها أنك تقطع بها مرحلة وتنعت بها شكلا عن خارج شيء في حين أنت منين تلحق لا يدرج لها ويلحقوا القرارات الأساسية واللي حاسمة واللي حانوم المواطنين منك كبديل تعود عاجز عن تقبل القرار. طيب 2014 المعارضة وصلنا نتحدث عن المعارضة مع أنه في الحقيقة لا توجد معارضة واحدة وإنما عدة معارضات. في معارضة شاركت في الحوار وشاركت في انتخابات 2013، حزب التحالف كان يمثل أبرز عنوان فيها، رئيسه أعلن في نهاية انتخابات 2013 إنه يا ليته لم يشارك وإنه المشارك مشاركة كانت لم تكن بضمانات، إنه لجنة مستقلة للانتخابات اللي هي اللي أشرفت على الانتخابات الماضية على أنها أسوأ، قال بحق هذه الكلمات اللي مسكر الرأي العام كامل. معناها لماذا تتغاضى عن حقائق إنه الذين شاركوا أيضا ندموا على المشاركة لأنه ما كانت فيها ضمانات. لا ما بيتفهم عني أنا اللي عايبة للمعارضة ما عنها اعترفت والله عنها تندمت، هي قلت لك فر عليها تعترف بها اللي فشلت وفر عليها تتندم بها اللي ظهرت على نتيجة فشلها في كل المحطات. هذا أنا اللي عايب عليها عنها ما قبلت من التحيات ولا قبلت من الإجراءات اللي يسمح لها بعنها المرة الجاية ما توقع في نفس الخطأ. وهذا بادع لعامة مسار المعارضة، ما فم محطة قط خلط عليها وشكلت لها فشل ما عادت مازالت تقدر تخرج لها مره اخرى بهاش بها اللي ما اعترفت بها ولا جلست ولا رتبت عليها اللي على وراها. طيب خارج محطه 2014 انتم سيد الرئيس اعلنتوا عنكم لا يترشحوا للانتخابات وعقبتوا انسحبتوا من الترشح، ما شرحتم من الراي العام لماذا مشيتمكم لا يترشحوا وعقبتوا انسحبتوا
طبعا كان هذا اللي تشوفه على المعارضه كنا من قله قله لا لا التعاون لا 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 قله ما هو الشعب سياحي، عليكم. ما هو سياحي. لا نسمع جواب منكم بعد فاصل قصير. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نواصل بعده حلقه الليله من برنامج في الصميم التي نستضيف فيها الرئيس السابق لمنتدى الديمقراطيه والوحده الاستاذ احمد سالم المحبيني. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والاخير من حلقه الليله من برنامج الصميم التي نستضيف فيها الاستاذ احمد سالم البحبيني الرئيس السابق لمنتدى الديمقراطيه والوحده. الرئيس سابق الفاصل سولتكم عن واقعه وحادثه ترشحكم 2014 وانسحابكم لاحقا. يعني ما هذا الاضطراب في الاختيار خلال فتره وجيزه؟ انتم طالبوا المعارضه بانها ما تقبل الدروس والعبر، من درجه الدروس والعبر اللي لا تقبل من تجربه. بالنسبه لذاك الترشح انا كنت اعتبر انه في ذيك المرحله انه ضربه قويه للمعارضه، ولذا اهل المعارضه من انفسهم اعترفوا لي انه ضربه كان قويه وقع. للمعارضه؟ نعم نعم ترشحي في ظل مقاطعتهم هم، وبالتالي كانوا يراوا عن سحبي الترشح عن كان واقعه امتن، هذا كلامهم هم من واقع والله بعد كان واقعه بعد امتين على كل حال، اذا اعتبر انه داخل في الاطار. اسمح لي شوي نرجع لك الموضوع اللي قلت لك. يعني انكم موضوع اللي قلت لك لا لا اللي هو يعني الاساسي، انكم سحبتوا الترشح 2014 بناء على رغبه المعارضه. كنت بالتنسيق مع المعارضه وعدلتها مع رئيس المنتدى في ذيك الفتره بطبيعه الحال، وكانوا حاضرين كيف تعرف لسحب الترشح. اعتبرت بالنسبه لي انه ذيك الساعه انه نوع من التضحيه عدلتها في سبيل وحده المعارضه وفي سبيل وحده التوجه اللي ماشيه فيه المعارضه. بما يخص ما يخص الموضوع ما يخص الموضوع اللي قلت عندي فيه شوي نقطه نرجع له. اولا انا اعتبرت عن عامه اللي فعلا كي قلت هي ما هي معارضه واحده، هم معارضات، المعارضات كاملين خاولوا المحطات اللي انا اللي اساسي عندي النقطه بالذات. قبيض العبار من الاخطاء. تدرس هذه نقطه سمعنا يعني اعتقد ان عاد خليني نعطيك فيها مثال، لان عندنا بعض الاسئله نعطيك فيها مثال شو نعطيك فيها مثال. ايوه انا نعتبر عن احمد داده عن فاتلين تريك بار رئاسه موريتان اللي حكموا عنها المعارضه، عن مسعود بالخير عن فاتلين قدم مبادره للحوار فترة ما فات بال كان الضغط على النظام وكان قد يحصل من هياسر للمعارضة وخذلت المعارضة وبعد بشبه، وعن لاكود كيف انها امتانت خذلها تواصل ورجع عنه، وعن الفورم كيف انه امتان كيف انه امتان خذلت ار اف دي ورجعت عنه. هذه المواقف اللي كلهم المعارضة تخذل فيهم المعارضة نحن بصدد ضركات اياها فترات قد يخلق لنا نفس الشيء، وبما انها ما فيها شيء قط انقبضت منه العبره، ولا فيها شيء قط انقبضت منه الخلاصه، ولا فيها وحده قط واعترف بها كخطا، معناها عن المعارضه بالنسبه لي انا مقمع عينيها وماشيه شر تكرار نفس الشيء. وهون يطرح السؤال، ما دامت المعارضه هي سبب كل البلاء، يعني كلها حتى مشكلات المعارضه سبب المعارضه، ما الذي ينتظر الاستاذ احمد سالم البحبيني في المعارضه؟ لماذا لم يلتحق بركب اخر ما دام لا انا ما زلت ما دام شوف كل المسؤوليه شوف, شوف, شوف انا ما زلت والى حد الساعه هذا هو موقفي وهذا هو معنى اللي كتبت. اتمنى وارجو من المعارضه كيف كتبت مرات وكيف قلت لها مرات عنها الثقه اللي داير فيها الشعب الموريتاني والناس، القوى اللي توقف معاها هباتها شفتهم واللي تتوق للتغيير واللي وسيلتها للتغيير المعارضه، عنها تتمنى عن المعارضة تعدل وقف التأمل وتعدل تصحيح المسارها وتعدل سيقاء هو الأساسي، وعندها تقول عندها رؤية وعندها توجه. لماذا؟ لأنها اليوم وهذا هو أكبر اللي نقدر نعيب عليها في اللي كاتب عليها، ما عندها رؤية موحدة، ما عندها مشروع، ما عندها شيء تقدر تواجه به في الفترة الجاية. اللي عندها اللي عندها اللي عندها حنوفي الفكرة اللي عندها هو عنها تحاول زعزعة النظام. زعزعة النظام ما هي هدف حد ذاته، زعزعت النظام وزعزعت الامن، كان يزعزع النظام ما هو في حد ذاته موجب، ما هو حد ذاته غايه. الغايه هي انك تعودي عندك بديل وعندك رؤيه وعندك تصور لا يتقدميه للشعب الموريتاني ضرك، خاصه في الظرفيه. طيب نحن كنا واحلين في زعزعه النظام وكنا واحلين في الرئيس وفي المنضه الثالثه، راهي المنضه الثالثه عاد ما هي خالقه. ايوه وين هو البديل؟ من درا كانكم جاهزين لتعودوا بديل؟ انا اعتبر ان لا. وعن المعارضة تعرف، وعن اللي الفرق بيني أنا والمعارضة والآخرين اللي عني أنا قلتها علنا وهم يقولوها تحت. طيب وأنا الوساني نقولها هي خلاصتي، أنا الوساني نقولها بي اللي نعرف عن المعارضة معول عليها في التغيير
وعنها منين تفوت علينا الفرصة وتفوتها على موريتانيا وتفوتها على ديمقراطية موريتانيا لا يتعود فرصة. طيب في تفسير واعر في تفسير آخر للساكم تقولوها موجود في الرأي العام وزاد هو ما يقال خافتا وخلونا نقوله لكم علنا لأنه أستاذ أحمد سالم بحبيني لديه طموح لقيادة المعارضة لديه طموح لأن يكون المرشح الموحد للمعارضة ما شاف في المعارضة لأنها متهيئة لذا والله ما شاف فيه واختلق فر عليهم الباب ويقول لهم أنهم فاشلين وأنه ما عندهم ما ذلك معنى هذا العكس هذا ما ذلك معنى أنه فشل في تسيير الطموح العكس اللي كنت عندي التصور اللي قلت أنتم مارك نعود je caresse dans le sens du poil l'opposition المعارضة نعود نجامل المعارضة ونعود ما نقول هذا الكلام اللي قلت هذا الكلام اللي قلت حنيني هذا الكلام اللي قلت حنيني شوي هذا الكلام اللي قلت قلته نعرف أنه قد عنده تأثير على طموحي الشخصي كي قلت على مستوى المعارضة غير نختار نضحي بطموحي الشخصي في المعارضة مستعد دائما نضحي به ياك تحل العين المعارضة مازال عندها الوقت واللي وساني نقول وارك به اللي مازال عندها الوقت وبه اللي مازال تلقيت الدار كنفسها واعتبر عن أكثر خدمتي أنا لها من خدمة الهوك اللي يقولوا لها لا احنا فاجئنا كلام أستاذ أحمد سالم البحبيني أنت ما عندك مشكلة ولا عندك مشكلة هم يعرفوا عن عندها مشكلة عندها بعد مشكلة عندها مشكلة بسيطة هي عنها ما عندها رؤية توقيت. لا عندها تصور حنين شوي ما عندها رؤية ولا توقيت. عندها تصور توقيت. ولا عندها مشروع مجتمعي ولا موحد طارحته للشعب الموريتاني في حين احنا قاعد معاك دوم الدزنف ما ترى عندك من الوقت ما هو اللي تعدل فيه انتخابات اللي تعود المعارضة اللي معول عليها موريتاني كامل معول عليها الشعب الموريتاني كامل ومعول عليها الطاغات اللي تتوغ للتغيير مقمع عينيها عن واقع لا يجي هدان في أسابيع لا يجيها في شهرة وهي قالبها تقبل من المبادرات معناها لا يتفوت الفرص ولا أبد من تنقالها وتنقالها الفوق ياكاش ياك تقعد وتعرف عنها عدلة أخطاء وتعدل السي بسيط تعدل الناس كاملة هي عنها تقعد وتتخطى هذا في أدلة معطيات في التوقيت يحتاج الرأي العام ياك اقتنع بأنه هذا اللي قلته هو يعني هي قناعات خلينا نقوله مثقف وحد من النخبة هي ما عنده صحح مسار المعارضة ولا هي مناورات سياسية في هذه المعطيات في التوقيت تنطرح هي زاد هي ما طرح خافت المعطى الأول هو أنه أستاذ أحمد سالم كان عنده طموح الرئاسة المنتدى وعقب تقاس حد ثاني وهذا سبب إشكال في داخل المنتدى قطب الشخصيات كان تعود عند الرئاسة وعقب تقاس قطب الأحزاب السياسية للمرة الثانية قاس الرئيس محمد بن مولود المعطى الثاني ده المتعلق بديم الدزنيف لأنكم أنتم عندكم طموح وبالنسبة لكم هذا إعلان يعني مبكر للترشح. المعطى الثالث متعلق بالمعارضة في الخارج إنه فيه معارضة في الخارج غير مرتاحة على المعارضة في الداخل ويشار لأحمد سالم أستاذ أحمد سالم من واحد من الناس في الداخل اللي عنده علاقة بالمعارضة في الخارج بذات بعمات وغيره من الناس. طيب يا شوف بالنسبة لرئاسة المنتدى فعلًا كانت يلا تشيل الشخصيات المستقلة من المشات عن جميل منصور. وقعدت الشخصيات المستقلة في اجتماع واقترحت اسمي أنا وجابته للجنة ووصل للمنتدى رسميا قامت مجموعة من الأحزاب السياسية من الكتلة السياسية القطب السياسي وتحركت وقالت أنا تختارها تبقى لها وطرحت ذاك على القطب الشخصيات المستقلة اللي أنا أنتمي له وجمع وسولوني قلت لهم انتم هم اللي طيتوني الرئاسه انتم اللي تعدوا غاركم عنكم يلا تعطوها للقطب السياسي يعطوها لهم وعطوها لهم ولا شكلت مشكله ولا طرحت شيء يعني ما هي السبب من اللي هم طلبوها ومن اللي طلبوها احنا اللي طيناها لهم اعتبرنا من الاول عنها ما هي يلا بها اللي هي لاحقتنا بها اللي حد لاحق وشيء لا 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 طيناها لهم بدون اي مشكله ثانيا المساله الثانيه نختار نقول لك هو عني انا ما طاري لي انا لو كنت اللي قلت له غارك نعود بيها هذه قضية الرئاسة محمد المولود اللي طيناها بدون مشكلة أنا قلت لك 2015 قلته في خطاب التسليم للمعارضة وقلته في الخطاب 17 وقلته في الإميسيون اللي عدلت معاك أنت كان الأستاذ أحمد سالم البحبيني عنده طموح للترشح في الانتخابات 2019 أحمد سالم البحبيني يعتبر ضركاتي أنه عنده مهمة دائرها على رأسه هو أنه ينتمي إلى هذه المعارضة وما زال تجاد عليه وما زال واحد منها وما زال يختارها ترفع رأسها وما زال يختارها ترفع التحديات المطروحين لها وما زال لابد من يقولها ويتمنى أن يعودوا فيهم واحدين أخرين من اللي يقولوها معايا يكانها تشكل نوع من الضغط عليها اللي تقعد ذو الأسابيع الماضية ما زال عندها الوقت
وتعترف عنها اليوم ما هي مقدمة أي مشروع للشعب الموريتاني كردام الزرق. طيب وبالتالي حنيني وبالتالي ما تشكل بديل. لماذا؟ لأنها ما عندها اليوم أي مشروع. حتى اللي كان عندك من المشاريع لا عن إرحل والعبد العزيز والله عن النظام عنه يلا حد يزعزعه هذا ما هو مشروع بين النظام يقدر يعود ما هو مزعزع يقدر ما يزعزع غير تبقى أنت أنا جاهز. إذا هدفي نفهم عنكم قاعد شجارتكم الأساسية على المعارضة الآن في المرحلة على الأقل في التدوينة وفي الحديث نمو الليلة ما فيش قاعد أفكار كبيرة على النواة. إياك المعارضة قد تعود بديل وياك تأخذ من حال الفشل الذريع إن شاء الله تعدل بشكل محدد. تعرف فيك القاعدة اللي يقولون بلغنا عن حد يلا يلا تتعرف عن هذا اللي كان طالب به كامل وكان توقد به الوقت من عند زمن أرحل من عند زمن أرحل عليها ومن عند طلبتها من عند طلبتها أنها تعود في الحكومة في حين ما عندها مبرر تعود فيها من الحكومة. حنين عرفنا اللي ما كان ما عندها مبرر تعود فيه بالحكومة في هذي حكومة شو من الناس عدلوا انقلابات وعدلوا انتخابات قاطعتهم أنتم تجي تقول لهم أنا ندوركم تعطوني جزء من حكومته ما هو معقول. إذا تصور دائما تتخمن فيه وتعدل لا ردة فعل أنا اللي ندور الأركات بارك الله اللي نقوله تقدم رؤية وتقدم مشروع مجتمع تدخل به الساحة وتنافس فيه تنافس فيه هذا وتوقف عنها الطواف من بين المسجد هو والمسجد الأخر وتوقف عنها الحملات اللي الهدف منها التشويش على النظام تشويش على النظام اليوم حنين تشويش على النظام اليوم ما ترى هدف به للنظام يلا يعود ما ترى عدو الحد أركاتية يلا يعود كل رجاج مخه لوجهه عنه نظام موفي مأموريته ويالتو يمشي وكيف قلنا دائما مأموريته وافية وراني لك ذا اللي قلت له كامله نزلت قايله ومتبنيه وهو هو قناعتي واليوم ما نرد أخباره بي اللي هو قلت له لي الله ينقال له يعني ما هو الموضوع اليوم غير موضوعي اليوم عني نقول المعارضة عنها نختار المعارضة عنها كلام سياسي. لا ما ندورها تعدل الحوار ندورها بعد قاع أولا شوف نقول لك ندور ندور مسلتين ندور السلطة تعرف عنها في مرحلة يلا تعود انتقالية ماشي منها ريجيم شورا عنها يلا تحن يقول لك اتجاه السلطة واتجاه المعارضة اتجاه السلطة تعرف عنها يلا الانتخابات الجاية تعود شارفين عليها هياكل عندهم مصداقية وتعود يغيب عنها الأساليب الماضية أساليب الإدارة وأساليب المال العام ويغيب عنها أساليب بطاقات التعريف اللي ينباع وكل حد عنده منهم حزمة يبيعها ويبيق في الداخل هذا ندور يالله باش ينجح هذا المسار يالله السلطة تديره صوب عيونها وباش ينزح المسار يالله المعارضة تقعد وتقعد عندها أبسط حد أدنى حد الأدنى اللي يالله حد يتقدم فيه في هذا النوع من الظروف هو يعني يعود عندها مشروع يعود عندها رؤية يعود عندها طرح هي اليوم ما عندها رؤية ولا عندها مشروع ولا عندها طرح إذا أنت تعرفه والمعارضة تعرفه يقير حد قالوا يعود قال شي خاسر وأنا بعد قلته هي اللي تمشيا مع رغبتي عند معارضة تعالج نفسها وتعالج روتها وأنا أعتبر نفسي منها ومستعد لكل التضحيات من أجل هل يتعدل هذا اللي كنت تقول أركاتي إياها بدون طموحاتي الشخصية اللي نرجى أركاتي إلا عن المعارضة وهذا مهم للشعب الموريتاني عنها تتوحد وعنها تعود عندها رؤية وتعود عندها توجه وإلا تعرف عنها على كل حال الوقت مر إلين ما تعدلها في أسابيع معنا عنها لا تشكل بديل هذا اللي جاي موريتاني يسوى خليك ترازي أما أنت يسوى ما أخليك يسوى خليك مرشح للسلطة يسوى ما أخليك على كل حال هي لا تشكل بديل ولا يجهز له ولا بد من تسمع هذا الصوت ولا بد من يقوم خلاص أعتقد أنا سمعته هل أنتم تسمعوا أيضا بعض الأصوات الأخرى عندنا بعض الأسئلة اللي طرحين المتابعين البرنامج عبر الفيسبوك. أحمد مالك يقول هل يحسب بحبين الآن نفسه في منزلة بين المنزلتين إن صح التعبير بتملصه من المعارضة الفاشلة حسب تعبيره وعدم ارتماعه حتى الساعة في أحضان نظام طالما وصفه بالديكتاتورية والتسلط. لا أنا أحسب نفسي لا مزلت من المعارضة وأحسب نفسي أي معارضة المعارضة ذي اللي كنت نقول داركات إياها إلى حد الساعة مزلت أنتمي لها يقير إلى حد الساعة إلى حد الساعة أتمنى أنه يقضوا عنها مسلتين واحدة التخاذل اللي راح بها في الماضي وطيتها كم ديلته معنى عنه منين تعود الله يخلق لها الصبح مسارها الفشل والأخرى غياب الرؤية بين اللي ما يجد مشروع سياسي يدخل الساحة ما عنده رؤية ولا عنده توجه راجي أنا أدرك عن ذا اللي قلت وذا اللي طرحت لها من العيوب وذا اللي قلت لها وعن واحدين أخرين يقولهم معايا عنه يداركها وعنها تجابر وعنها تقعد في القريب العاجل تعدل تصحح مسارها وتصحح توجهها وتقدم للشعب الموريتاني تصوري قد يجعل منها بديل وإلا تعتبر عنها ما تقعد بديل في حد الساعة ما هي بديل. أرجو سيد رئيس اختصار لنأخذ أكبر عدد ممكن من الأسئلة اللي وردت. خالد أستاذ أحمد يقول هل اتخذ
استاذ بحبين هذا الموقف يسبب رفض المنتدى له كمرشح توافق للمعارضه؟ تقدم هذا السؤال جواب تعليل يعني تخطاه. عبد الرحمن الحسن يقول وصف المعارضه بالفشل، وصف المعارضه بالفشل، ماذا قدم ايام رئاسته للمنتدى؟ هل كانت عنده رؤيه وقدمها ولم يسمح له رفقائه بتطبيقها ايام كان رئيس؟ هل قدم لهم حل؟ شو قول بعد قاع عن المنتدى في الداخل، بعد قاع في داخل المنتدى ما فهم بعد قاع مجال، اسمح لي لان اقول لك ما فهم مجال يحكمنا ان نطرحه ببليكما ياش اللي منتديات كانت يلا دخلك من 2015 لليوم ما دخلك، ومجلس التشاور يقعد الان تخلق انتخابات اللجنه الجديده، معناها هيئات المنتدى، معناها عن هيئات المنتدى، هيئات المنتدى اللي يلا يخلق فيها النقاش لقد جمعت ولقد صبرت. وياك نقول له ايش عدلت انا زمن رئاستي، زمن رئاستي طلبت، زمن رئاستي، زمن رئاستي طلبت عنه يعدل وطلبت عنه يخلق هذا المنتديات، وما زلت دائما نطالب بها. معناها ما في مجال داخلي اللي حد يطرح فيه للمعارضه مشاكلها، وقال لها المجال الاخر وعادي مولي طبيعي ما هي مشحوده، وهي كل حد يعرفها المعارضه لابد لها من تعرف عن عندها اخطاء عدلتهم ويلا تعترف بهم ويلا تعالجهم ويلا تعدل التفكير والتصور وتطرحه للشعب الموريتاني في اسابيع الى ما ذاك تعود ما هي بديل، وفعلا اليوم ما هي بديل. فاضل المختار محمد يقول اهلا حياك الله تحيه لك وضيفك الكريم. سؤال الاستاذ بحبيني، الا يرى ان المرحله تقتضي ان يؤجل جميع المعارضين خلافاتهم وملاحظات بعضهم على بعض حتى يتم انقاذ الوطن من ما يسميه نظام الجنرال؟ لا يعتبر أن معارضة حرصت على العمل معا طيلة 10 سنوات رغم اختلاف مشاربها قادرة على الاستمرار في العمل معا على الأقل؟ شو خارج شيء، خارج شيء يقولوا البيضان يطلع على الصغار. أنا جس في كونتر، أنا ظاهر لي عن ذي الاقتراح أترك أن يلا خلوا خلافاتنا بعد المعدلانة قاع ما هو خلاف، خارج شيء يقولوا للي معدلانة حنين للي معدلانة ما هو خلاف على حصيلة اللي تعدلوا الآن أنه يخدم السلطة. لا لا يخدم السلطة، اللي يخدم السلطة نقول لك انا الصح، نقول لك انا الصح الحق، اللي يخدم السلطة هو اللي يقولوا لها يعني انا اللي قلت عنه انه مفاجئ وعنها هي ما عندها مشكلة به اللي لا يتم التربية الين يظهر لك انت ويظهر لهم هما، يقال للاسف الشديد في وقت ما ترى مدارك، بينما انا طرحت لها وقت ما زالت مدارك المعارضة اليوم تقعد تسوي مشاكل. ثانيا انا متوافق معها عن فهم تحديات كبيرة، يقال ما هي اللي قال هو تحديات بالنسبة لي انا اليوم هي تحديات الإرهاب وتحديات الإقليم وتحديات الوضع الدولي وتحديات مالي اللي بيننا معها 2300 كيل من الحدود، ما فيها جبل ولا فيها نهر ولا فيها قابة، معناها عند اللي فيهم يقعد فينا، وبالتالي هو ولو ساني كنت طالب من الطبقة السياسية عنها تخفض خطابها، وخاصة الطبقة السياسية اللي معارضة وعنها وليت السلطة عن وعن مولي يلا تعود فترة تشوف فيها الناس كاملة واضح ذاتها وتشوف فيها الناس كاملة مصلحة الوطن قبل كل شيء، وهو بل منين عندهم اللي أرفض الخطابات المتطرفة والمشاريع السياسية المتطرفة اللي تدخل الساحة واللي تعود تعمل مولي قضية الوحدة الوطنية، ولكن الله اللي يعني مدى تعرف عن عندها كامل من التحديات، مدى عندها كامل من التحديات يلا تعود اليوم فيها لا مشاريع سياسية هادفة. طبعا تعرف لي خطابات المعارضة ولا خطابات السلطة المتطرفة؟ خطابات المتطرفة كاملة بالنسبة لي يلا تختفي وتوفي هذه الفترة ويلا تعود فترة يعرفوا الموريتاني عن عند ياسر من التحديات وعن عند ياسر من الفرص وعن أمام ياسر من الوقت. أبدا أحمد يقول ما هو سبب فشل المعارضة حسب أبو حبيني، وهل كان يلصق مع النظام سرا؟ لا أنا ما نسق مع النظام سرا، أنا اللي فشل المعارضة اللي نقدر نقول فيه لا اللي قلت عن تخاذل وعن غياب الرؤية، عنهم ضيعوها في الماضي وعنكم لا يضيعوها أركاتيها بينكم عها لا سابيع تشهدوا عليها كاملين، يكون إلى عدلتي وقفة التأمل وراجعة البس أرجو أن أتعدل بها اللي مزال عندها الوقت، وظاهر لي عني أنا هو صديقها اللي قلتها لها بها اللي اسمع كلام بكينا كذا تسمع كلام بكينا. مين الحبيب الله بعد تحية لضيفكم الكريم وقالوا أنكم تريدون استنساخ نسخة ماكرون في فرنسا، وعندما فشلتم في ذلك وفي إقناع المنتدى به العبود في قطاع في النت على كل حال انا بعد خليني اكمل خلاص استعدنا واقول عندما فشلتم في مأموريتكم على المنتدى ربما تبين لكم بعد ذلك انكم لستم خيار المعارضه، قلتم انها فشلت كيف؟ لا كيف قلت لك انا قلت سابق خيار المعارضه، انا قلت ان دوميل كانز مشروع ماكرون موريتانيا، انا قلت دوميل كانز وقلت دوميل ساز، انا اللي طلبت المعارضه عنها التجابريه من نفسها وتعدى الحوار هي من نفسها به اللي ود وماكيسال كلهم نجح به اللي عدى الحوار داخل المعارضه اللي انتبلورت الرؤيه، هذا هو اللي قالت نحن نعدله، هو اللي ما عدلنا هو اللي مولي ظاهر لي عنه منين نعدله عنه نقدر نقدمه ان بروجي به اللي حد ما عنده ان بروجي مقدم، معناها انه المجهول ما خالك حد لا يمشي معه. فكره الترشح للرئاسه اول مره راودتكم او دخلت في ذهنكم انت؟
على كل حال الاختيار بعد سابق نجاوب على السؤال نقول عن قضية التداول مولي تفقدتها التداول ما معناها أن منين يوفى نظام يجيب الواحد أخر لا يستحق فولي ميريتي أنا نكالات عندك مشروع تقنع به الناس وهذا هو اللي الله تعدل المعارضة كافية من النضال اللي الله تعدل المعارضة لك هي أولا تعود عندها مشروع وتدخل الساحة وتقدم المعارضة وتخلي عنها الضغط على النظام والتشويش على النظام مات الهدف بيلي النظام وافي طيب لا يتمضي التقاعد تضرب عليه يغضي عليك انت الوقت أو حل وصيفة تعدل بها مشروع وتجيبه له خبيط ربع قرن من النضال المعارضة في صفر والدعوة فقط للسكوت عن النظام لا 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 شوف أنا قلت لك أنا قلت لك عن المعارضة أنا قلت لك عن المعارضة أنا قلت لك عن المعارضة عن نهجها اللي عدلت وتضحياتها عنه شكل نوع من الوعي شكل للتضحية كانت عندها مجال إيجابي غير اللي ما يوظفت عدلها فائدة فيها به اللي ما وظفت في الأوقات الأخرى به اللي دوم النف رئيس محمد عبد العزيز قبل خطاب المعارضة مكيه نوع المنتج وطرحه في الساحة قلعوا منها دوم الدزنف لا هي ينقلع منهم اللي عدلوا كامل من النضال اللي تعود ما فهم رؤية ولا فهم شيء جايبين المواطنين ولا فاتوا جابروا عليه وكيف نعرف أنا ما فاتوا إلى الآن جابروا عليه لا ينقلع منهم اللي كيف قلعت منهم دم النفس طيب أبو محمد والمهدي يقول هل ينوي الأستاذ بحبيني تأسيس الحزب السياسي وما هو موقعه الآن في الساحة السياسية ضمن التحالفات المعارضة أو الموالية أم أنه أصبح في معزل عن الجميع لا أنا لا مزل تركاتية راجي عن في إطار المعارضة الصوت اللي مقيم ومقيمين هم كاملين تحت عن يقيموه الفوق ويقيموه كاملين وعن في الأسابيع والله الأيام القادمة يخلقوا المنتديات اللي هم فرصة تصحيح المسار وفرصة وقف التأمل وعن قفزوا وكي قلت لك مستعد شخصيا لأي نوع من التضحيات في سبيل هذا غير عني نعود ساكت وأنا نعرف عنه في أيام قليل لا يظهر عن ما فما تياه مشروع ونبقى ما أنا واحدين في شيء هذه ما أنا بعد ما نجاب من عدد السؤال الطموح الرئاسي بالنسبة لكم أنت كل إنسان أنت خلق أصلا طبعا خلق الله فيك الفترة اللي تعرف ذيك الساعة قلت لك أنها ولي الظروف اللي نسحب بيها وركاتيها قلت لك عن عام الطموحات يعني قابل نضحي بهم وقابل نفطن نلعبهم غير أولوية الأولويات عندي ضرك هو عن تخلق لي وقفة التأمل على مستوى المعارضة وتدرك عنها ما عندها مشروع وعنها ما يمقدم الموريتانية المشروع غير مازال عندها الوقت اللي تعدلها ولا تقد تكذبني مولي به اللي ما فهم أي على أي مستوى من التفكير في الموضوع محمد الزين والمعلومة يقول أين فشلت المعارضة وما هي الفرص التي أضاعت هل سعادة النقيب شريك في هذا الفشل وإذا كان شريكا في الفشل لماذا لا يعلن اعتزال العمل السياسي لا أنا أتحمل كل جزء من المسؤولية عندي أنا واحد ككل من هذه العادة اللي عندي جزء منه أنا قاعد نتحمله غير أطول نتحمله كاملين ونعترفوا به ونعدل وقف التأمل ونتجاوزه وإلا أضبطها مني دان كل كسمن دان كل كموا لا يتوبوا ولكن توه ما عندكم مشروع بديل مقدمينه للشعب الموريتاني ولا قلت له والعبد العزيز عدل والعبد العزيز عدل يقول لكم ايوه خلاص والعبد العزيز عدل عبد العزيز قاع ماشي انتم منين من ترى كانوا جايبكم انتم لا ما هو جايبكم المختار والأحمد بومبا يقول هل تمكنت المعارضة من إجبار النظام القائم على العدول عن أي إجراء محادي اتخذه من خلال الضغط حتى نقول إنها ناجحة السعي الروتيني بين دار الشباب وساحة بن عباس اللي جابت عليه قوى المعارضة من سنوات تحقق أي نتائج إيجابية هل يرى ضيفكم أن سبب فشل المعارضات في توحدها أم أنها مخترقة؟ لا ما نعرف أنا على كل حال اللي قد أقول لك إلا عن الأسلوب اللي قابل دارك عنه ما هو الأسلوب اللي قالت تقبل اليوم هي اللي دارك نتخرص معارضة تتبادل دارك واتسابات فيهم قيفان والله فيهم لبيات من الشعر من معيبين النظام ما هو مهم ما مهم المهم المهم ماركات عنكم لا من يتخرص ترك اولك واتسابات فيها بيت والله قاف والله شيء معيب العبد العزيز والله معيب النظام احنا عيبنا العبد العزيز عيبنا النظام وقلنا فيه اللي قايلين كاملين غير اليوم هذا هو الاوبجيكتيف الاوبجيكتيف يلا يعذرك بس محاله نقلعوا منهم هم هذا وبس محاله نعودوا كيان يقد ينافس ويقد يقدم مشروع بديل للدم الجزرف ولا نكررها والا ماشي شر يدوم الغالي يقول هجومكم على المعارضة تزامن مع تصريحات الرئيس عبد العزيز التي جاء فيها عدم ترشحه معلنا أنه سيدعم أحد المرشحين هل يفكر الأستاذ البحبيني في دعم عزيز له بعد أن تبين له أنه ليس مرشح المعارضة لذلك قرر الذهاب إلى الضفة الأخرى من أجل كسب ودها فهاجم المعارضة في هذه الضربية لا حد يعتبر عن مهاجمة المعارضة عن ذهاب إلى الآخر ينصحح له بعد قاع مساره ما هي ذهاب ليش هاجمة المعارضة أهل عنها لكن قلت لك كلام بكينك وخير تسمعها المعارضة وخير أنا بعد نزلت عني اليوم أراني سمعت المعارضة عنها فاشلة وعنها ما عندها مشروع وعنها يا الله ما زالت عندها الوقت ويا الله الطاقات كاملة والشبابية خاصة يعدلوا ضغطهم اللي قدروا يعدلوا إلى أن تدارك المعارضة
الأمور ولا تتم التربية في هذا، وعندها البعض يقول لها لا أنت لباس بيك ولا عندك مشكلة. هذا هو هدفي وقطعني انزل عني ركعتي. يسلموا لمحمد فاضل، أقول تحية طيبة لك أستاذ أحمد وردافك الكريم. ألا يرى أستاذ بحبيني أن تصريحا كهذا الذي صرح به يعتبر طعنة لرفقائه في المعارضة؟ هل قرر بحبيني بالفعل إدارة ظهره للمعارضة؟ لا، هذا التصريح عدلته دم الكنز، وعدلته من نزلت العمل صالح والحنان كرئيس المنتدى. عدل التصريح تكلمت فيه عن الفشل وغياب الرؤية. اليوم نتكلم عن الفشل وغياب الرؤية، غير اليوم نتكلم عنهم بحدة أكثر. لماذا؟ لأنهم وقتهم لا يفوت علينا. طيب خلاص، لأنه وقتهم هذا التدوين اللي قلته فيه هذا الكلام القوي اللي يعتبر البعض أنه كلام حاد وربما جارح، اللي هارك عادة أسبوع زايد ولا قليل قاعد من أسبوعين، من رأي كان عاقب نشرها كانكم رأيتوا رجع صدى إيجابي من قلت لكم ماك ما عدن السلطه. انا ظاهر لي يعني باقي في المعارضه، هل وجدتم يعني هل العايد وصلكم؟ انا ظاهر لي عن المعارضه، العايد وصلكم لحتى الان؟ تبارك الله. انا ظاهر لي عن المعارضه، انا فرع لها اليوم وتوصلها ما هو مني انا واحد عنها. لابد نتراجع مسارها، ولابد نتعدل وقف التامل، ولابد ما تخسر عليه زي من الناس كامل ماشي معاها وامل فيها ومضحي من اجلها. ما تقد به اللي ما لا يقبلوها، به اللي يالتك عدد لي وقت التمود، وإلا أنا باقي لي أقل من دقيقة تعرف عنها لا تشكل بديل وعنها باقي لي أقل من دقيقة ضيع علينا باقي لي أقل من دقيقة. هل تم الاتصال بكم من رفقائكم في المنتدى؟ أنتم حتى الآن ما علمتم السحاب من المنتدى، ما زلتم من الشخصيات، حتى أنتم جزء من المنتدى. بعد إعلان هذا الموقف الحاد والنقد الحاد للمعارضة، خلق عليكم اتصال من حد منهم؟ والله لا، جابرت مع بعض من زملائي المنتدى اللي نتقاسم معهم نفس الرأي، ولا فيه ما فيه ما واحد يقدر يفاجئ بي. اللي قلت لك أنا نقوله دائما، وأنا نقوله بحسن نية، وأنا نقوله ظاهر اللي توقف عن مدة تبقي تعد بديل، تعدل البرنامج وتعدل المشروع وتقدمه للشعب الموريتاني وتخلي عنها مبروكة مع زعزعة النظام ومبروكة مع صفة تعدل السؤال تضعي ثورة تقول تمشي عنك بالنظام. النظام ماشي، النظام قاع خير بك ما يمشي سابق دم الزنف، فيه اللي ما انت ماتر عندك من الوقت تركت اياها اللي تواجه به دم الزنف الى صحح مسارك. انا اللي مشي عنك قاع ارك لا يريح بي ياك ما كنا طالبوا نبقى بعض عقب دم الزنف. انا الله سالعه المعارضه ما هي جاهزه، ما فهم عظام غير المعارضه اليوم ما هي جاهزه، معناها عندها مازالها بالسيف كافيه لتجهز. خلي عندك الصقاع الوحيد في النظام بشكل محدد. 2019 هل الاستاذ بحبيني سيكون مرشح للانتخابات؟ انا داير راسي في المشروع اللي ينقال المعارضة، ما حد انه قد يحصل منه شيء، انا جزء منه ومستعد للتضحيات كامله، والوقت العاد ما يقد يحصل منه شيء لان ينطر منها الخلاصه وينطر منها كل حد الخلاصه، غير اللي راجين هو عنهم مازال الوقت مدارك يعدلوها ويفهموا اللي عن كيف يترك الوقت لا يسمح بلا كامل، وعن الوضعيه اللي تعيش موريتانيا اليوم لا ضرق على مشارفنا، وعندنا مشاكل مع الارهاب، عندنا مشاكل مع منطقه هذا يطلب يسر من المارونه ويسر من الغزان، وحتى كان عنده خطاب راديكالي يالتو هيشي. وقت حلقة الليلة انتهى. في نهايتي نردد الشكر لكم أستاذ أحمد سالم حبيني على هذه المشاركة معنا في حلقة الليلة من برنامج الصميم، كما نشكر الطاقم الذي أسرف على إنجازها، والشكر جزيل ووافر لكم مشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.